طيب قبل أن أعود للأستاذ سعيد عكاشة، أتحول إلى مراسلنا في رفح جنوب قطاع غزة أسامة الكحلوت. أسامة أهلا بك. أسألك أسامة عن النزوح العكسي من مناطق الجنوب رفح خان يونس إلى مناطق الوسط دير البلح ومناطق الشمال، وهناك أخبار بأن في جمعيات خيرية بدأت تبني مخيمات استعدادا لاجتياح بري لرفح، يعني هل لاحظتم ذلك؟ نعم، يعني بالإمكان الحديث على أنه ما يقارب من 1,000,000 نازح هنا متواجد داخل مدينة رفح. بالأمس ألقينا جولة على المنطقة الحدودية، لاحظنا تكدس الخيام كما هي منذ بداية الحرب والتصعيد على قطاع غزة. الآن يعني حالة النزوح بدأت باتجاه المنطقة الساحلية على طول الشريط الساحلي انطلاقا من مدينة رفح وصولا إلى منطقة مخيم النصرة. كل هذه المنطقة الآن أصبحت مكتظة بالنازحين وخيامهم. حالة النزوح هنا تدريجية، خاصة بعد والي التهديدات الإسرائيلية على أنه ستوسع العملية العسكرية على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة خلال الأيام المقبلة. تحدث على تهديدات مستمرة منذ أكثر من شهر، وبالتالي هذه العملية عملية النزوح مستمرة بشكل تدريجي منذ شهر تقريبا. الجيش الإسرائيلي لأول مرة خلال الثلاث أيام الماضية قال أنه سيتم توسيع المنطقة الآمنة انطلاقا من منطقة مواصي خان يونس وصولا إلى منطقة مخيم النصرة، وبالتالي نتحدث هنا على منطقة ساحلية انطلاقا من خان يونس، دير البلح، النصيرات. كل هذه المنطقة لا تتسع لكل هذه الأعداد الكبيرة، نتحدث على ما يقارب من 1,000,000 نازح بالإضافة إلى 500,000 أيضا من المتواجدين داخل هذه المدينة، ومن السكان سينطلقوا إلى هذه المنطقة في حال أعلن الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي وهددهم بالنزوح والخروج من مدينة رفح باتجاه هذه المنطقة التي تحدث عنها خلال الأيام القليلة الماضية. نتحدث على مبادرات شبابية فقط وليس بشكل منظم أو من خلال مؤسسات دولية من هم قاموا بإنشاء يعني مراكز إيواء. نتحدث على أن المؤسسة الأكبر في قطاع غزة والتي قامت بإيواء النازحين هي لنوروا، والتي يعني فتحت أبواب كل مدارسها في مناطق شمال قطاع غزة، والذين حتى هذه اللحظة ما زالوا أعداد كبيرة من السكان نزحوا إليها، كما هو الحال في منطقة الوسطى ومنطقة جنوب قطاع غزة يتواجد عدد كبير من النازحين داخل مدارس الإيواء. ولكن في الأراضي الخالية افترش السكان الأراضي الزراعية والخالية وكل الأراضي المحيطة بمدارس الإيواء ومستشفيات شهداء الأقصى وفي مستشفيات أيضا خان يونس ورفح، افترشوا كل الأراضي الزراعية الخالية وأقاموا خيامهم فيها وأصبحت مكانا لهم بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة. نعم، وليست من خلال منظمات دولية تعمل على إنشاء الخيام. هذا الأمر منذ بداية الحرب على قطاع غزة حتى هذه اللحظة هذا هو الأمر المتبع. أسمى أماني المواطن هنا في مناطق قطاع غزة هو الحصول على خيمة لعدم وجود خيام، وبالتالي كل من يحاول هنا أن ينصب خيمة جديدة يضطر إلى فك خيمته هنا في مدينة رفح والتي هي بالأساس مصنوعة من النيلون، ومن ثم نقلها على العربات إلى منطقة دير البلح أو منطقة مدينة خان يونس أو منطقة مخيم النصرات، ومن ثم نصبها من جديد. نتحدث على نصب خيام بأعداد قليلة كانت في مدينة دير البلح، ولكن خلال الشهر الأخير نتحدث على امتلاء كل المنطقة الساحلية بخيام النازحين يحاولوا البحث عن الأمان، خاصة في ظل ترديد الجيش الإسرائيلي وقادته عن شن عملية عسكرية على مدينة رفح جنوب القطاع.